هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. لا خويا غير طبيعي. شنو واكل هنا غير طبيعي؟ واه كتشعر صحابه بعدا حيت غير طبيعي. كانت واحد ردت فعل لان استعيت من اليوم كما لاحظوا جميع المغاربه. انا كنقول كان انسان مستفز اليوم جاي باش يستافد جماهير ديال نادي الرجاء الرياضي. كنقول اليوم كانت مقابله جميله، كان جميع الاجواء جميع الظروف. فالسيد كان اليوم كيهدد الامن العام. انا كنقول هي كلمه كبيره وفخر سافر امام انظار رجال الامن اللي كنقدموا لهم زعما الشكر العظيم على الرزانه ديالهم، لانهم تواصلوا مع السيد باعتباره انه جسم غريب فوقات الميدان. سئيت من اليوم كان واحد الجسم غريب اللي كيهدد سلامه اللاعبين وكيستافد الجماهير الرجاويه، وهضروا مع رجال الامن ما بغاش يستجب لهم انه رفض انه يغادر رقعه الملعب، لان هذيك الرقعه رئيس ديال نادي الرجاء الرياضي كان في المنصه الشرفيه، وشباب محمديه خصصنا لهم مكان ديالهم، لان كان سي الزياتي اللي كتربطنا علاقه جيده مع الشباب منذ القدم. هذا السيد فيما كيكون لعب مع الرجل امنيه ديالو هو كنيتو ايتمنو كيتمنى انه يفوز على الرجاء. ما مالوروزمون ما تحققش ليه، مازال ما تحققش ليه، ماشي بيدينا حنا. اليوم كان باغي يخدم واحد، كان عنده اهداف اليوم هو ان الرجاء تاخذ ويكلو. هذا الشيء خصو تعرفوا الناس، لان ماشي كان جماهير الرجاء تهاجم. كنشوفوا شي عناوين اليوم مع بلا ما نقولوا المنابر، جماهير الرجاء ما هاجمتش ايتمنى. جماهير الرجاء اليوم كانت مثاليه. بهذه المناسبه كنقدموا كنترحموا على الاخ زهير اللي هو من اسره رجاويه، وكنتقدموا التعازي للاهل ديالو في الوفاه ديال هذا الوليد هذا اللي منا. ولكن سئيت من اليوم كنبغي كما كيقول ما ربحش هو بالقدم، بغى يربح يمكن بالقلم. بغى المقابله ما تبداش فهو رفض انه يغادر رقعه الميدان. هضروا مع رجال الامن بكل باقه فهو رفض، هضروا معاه الناس ديال المكتب ديال نادي الرجاء الرياضي فهو رفض. مشيت عنده قلت ليه سئيت منا الا كنتي كتقلب لنا اليوم على الويكلو، لانه هو قال لك اليوم غنحرمكم جوج الماتشات ما تلعبوش. كان جاي من اجل نيه مبيته، بغى يخدم مصالح ديال العائله لانه فرد من العائله. ولكن اليوم كنهني جماهير ديال نادي الرجاء الرياضي لانهم تحلوا بالحكمه. ما كانش تراشق كما كيقولوا بالحجاره وبالقنينات، كان واحد الجماهير اللي جابهم سئيت منا خلص عليهم، جابوا واش من الدار البيضاء ولا من المحمديه ولا من سليمان ولا ما عرفناش منين، لبسهم كما كنقولوا الوان غير الوان ديال نادي الرجاء الرياضي، وقال لهم بانهم جمهور ديال الشباب. جمهور ديال الشباب كنعرفوه، عندنا معاه علاقه تاريخيه، عندنا معاه الاحترام المتبادل. ولكن اليوم كانت واحد الجماهير اللي جابوا مع سي ايتمنى عنده كما كنقولوا نفس الاهداف معاهم، هما انهم يخدموا الهدف ديال العائله اللي كنتمنى، لان العائله كبرات دابا. وكنتمنى بان السي القجع، لان هذا السيد هذا الا كان اشنو الصفه، ما مسؤول في نادي الشباب المحمديه، ما مسؤول جامعي، ما رئيس عصبه. انا سمعت قالوا بانه ولا صحافي. انا الا قرا ولا صحافي مزيان يمشي ياخذ شي طريق اخرى، يقدر ينجح انه في الصحافه، لانه كيعرف كيفاش انه يستفز، كيفاش يطرح الاسئله. ولكن اليوم الصفه ديالو، لان السي الزياتي جا قال لك انا داك السيد ما منكم ليه، رئيس ديال الشباب محمدي كيقول لنا منكم ليه. واليوم كنشكر جماهير ديال نادي الرجاء الرياضي، كنشكر اللعابه على هذا الاداء، وكنقول له السي ايتمنى بقى تمنى ما عمرك غتربح الرجاء. السلام عليكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.